السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكلمكم من العزل الصحي، لله الحمد والمنة، كلنا بصحة وعافية، أنا وولادي الأربعة وبناتي الثنتين، لك الحمد ولك الشكر يا رب العالمين، بفضل الله وفضل حكومتنا الرشيدة والقائمين على وزارة الصحة كلها، والكوادر الطبية والكوادر المنسوبين والكوادر المتطوعين، الحمد لله رب العالمين. في الوقت اللي كنا بداية الأمر كنا في فندق يعني قريب جدا جدا يم الحرم شرف الله. في الوقت هذا جاتنا اتصالات على سريعة على أن الغرفة لا تطلعون من المكان أبدا ولا توقفون حتى عند الباب، لأن صارت حالات اشتباه حول الحرم والفنادق اللي حوله والفندق اللي أنا مشتبه فيه، فخافوا علينا خوف من المخالطة. على طول أخذوا إجراءات سريعة، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، الله يجزاهم بالخير، الله يسعدهم ويوفقهم. شيء طبيعي يكون في قلبي رعب، خفت على نفسي، خفت على أولادي، خفت عليهم خوف، خفت على المسلمين اللي برا، إي والله، لكن الحمد لله رب العالمين. تعاملوا بالموضوع بعملية احترافية سريعة مطمئنة. قبل كل شيء اتصالاتهم كانت مطمئنة، كانت مريحة للنفس، طاقم رجال لا إله إلا الله، حكومتنا الرشيدة حطت الرجال المناسبة في الأماكن المناسبة، طمأنونا وتعاملوا معنا كأن احنا أسرهم. على طول أرسلوا لنا فرقة طبية تسوي معنا الفحص الكامل الشامل، فحصتنا كلنا لله الحمد، وقالوا إذا جات النتيجة بنقول لكم. بعد يوم جات النتيجة وانقلونا من مكاننا إلى مكان قالوا أكثر نظافة وأكثر عناية، اعتنوا فينا والله العظيم طريقة احترافية مطمئنة، تم نقلنا أنا وعيالي وبناتي بسلام آمنين ولله الحمد والمنة. طلعت كلها النتيجة سلبية، طمأنونا بفضل توصيلهم للمعلومات لنا أن هذا من صالحنا وصالح الوطن وصالح الناس لو تخالطنا لهم أو رجعنا لأهلنا ومن هالقبيل، فإحنا تطمأننا وحسينا أنه واجب وطني عندنا، واجب إيماني أن إحنا نؤمن أن إحنا ما ناذي أحد، الحمد لله رب العالمين. بفضل رجال الصحة المحترفين في توصيل المعلومة لنا والمطمئنة، الله يجزاهم عنا كل خير، إحنا بخير بصحة وبسلامة، وتم نقلنا إلى مكان اعتنوا فينا فيه أكثر نظافة وأكثر انتباه لنا، يومياً تجري علينا فحوصات، مع أن حنا الحمد لله ولله الحمد والمنة. بعد ما طمأنونا النتيجة سلبية وكلنا بصحة وسلام وبخير، ونقلنا الحق هالمحل المبروك أكثر نظافة وأكثر عناية، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، قاموا فينا واهتموا فيني وفي عيالي وفي أكلنا، ما شاء الله من أحسن أنواع الأكل، وجبة الفطور وجبة الغداء وجبة العشاء، وبينهم بعد أشياء يعني مثلا اللون يفرحونا، فرحوا عيالي بالسناكات وبالبسكويتات وبالشغلات، يعني والله ما قصروا علينا، كأن إحنا في داخل كأن إحنا عائلتهم، كأن يمكن يهتموا فينا أكثر من عائلتهم، والله العظيم الله يجزاهم عنا كل خير، وإحنا بخير وصحة وسلامة، ونفتخر فخر عظيم إن إحنا سعوديين. الكوادر الطبية وكوادر المتطوعين والمتطوعات والممرضين والممرضات اللي هنا والدكاترة اللي هنا، والله العظيم إن إحنا فخورين أصلاً إن إحنا ننتمي لهم، الله يجزاكم بالخير يا حكومتنا السعودية.